السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدين الكرام في حلقة جديدة متابعين قناة مستر علي للمعلومات. اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشارك معكم أفضل موقع للربح من الاستطلاعات الرأي، فهو منافس حقيقي لموقعين يوغوف وأيواردينك بانل. فهذا الموقع يعتبر من أفضل المواقع للكسب أو للربح من الإجابة على الاستطلاعات، وهو هذا الموقع اسمه تريابا. طريقة التسجيل في هذا الموقع سهلة جدا، من هنا يمكنك أن تقوم بالتغيير، أو هنا ستختار الدولة التي تنتمي إليها. أنا سوف أقوم باختيار المغرب، سوف أتركها في دولة المغرب. بعد ذلك نضغط على سانسكريف فو لإنشاء حساب على هذا الموقع. بعد ذلك سوف تنبثق لنا نضغط على خاصية أو على خانة التسجيل. بعد ذلك نختار فيمينا أو مسكلة، يعني ذكر أو أنثى. بعد ذلك نقوم بإدخال المعلومات التالية، وهي البريد الإلكتروني والباسورد وتاريخ تاريخ أو مكان الولادة. بعد ذلك نقوم بإدخال كلمة السر، يجب أن تتكون من حروف وأرقام حتى يتم قبولها في هذا الموقع. بعد ذلك نقوم باختيار مكان أو تاريخ الازدياد. بعد ذلك الرمز البريدي الخاص بمكان إقامتك. بعد ذلك نوافق على شروط الموقع ونضغط على سانسكريب. سنقوم بتغيير دات دونيسونس بعد ذلك نضغط ثم نضغط مرة ثانية على سانسكريت. بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى الإيميل الخاص بنا حتى نقوم بتأكيد الحساب. قبل أن تقوم بالعمل على هذا الموقع يجب أن تقوم بإكمال أو استكمال ملفك الشخصي. نقوم بإرسال مرة ثانية رسالة تفعيل خاص بموقع تريابا.
بعد أن تلقينا رسالة التفعيل نضغط عليه لنقوم بتفعيل حساب موقع توريابا. بعد ذلك سوف تخرج لك العديد من الأسئلة يجب أن تقوم بإجابة عليها. طريقة سهلة جدا للإجابة على الاستطلاعات على هذا الموقع. لإكمال ملفك الشخصي يجب أن تقوم بإجابة على جميع هذه الأسئلة الموجودة أمامكم. عندما سوف تقوم بإكمال ملفك الشخصي سوف تقوم بالإجابة على هذه الاستطلاعات، ويوميا سوف يرسل لك الموقع 5 استطلاعات أو 10 في اليوم. تضغط على أنكيت يعني أو استطلاع على موقع توريابا. بعد ذلك نضغط على بارتيسيب لنجيب على هذا الاستطلاع. إذا لم تكن تفهم اللغة الفرنسية أو الإنجليزية يمكنك أن تقوم بترجمتها باستخدام إضافة تخديكسيون. بعد ذلك تقوم باختيار جميع هذه الخطوات أو يمكنك بالضغط على قبول الكل. بعد ذلك تقوم ب انتقال إلى الخطوة الثانية. أنا فقط أريكم كيفية الإجابة على الاستطلاعات على هذا الموقع، فهي سهلة جدا وليست صعبة، فهو يعمل بنفس طريقة المواقع الأخرى. ثم نضغط تابع، ثم أين تقيم حاليا؟ بطبيعة الحال سوف نقوم باختيار دولة المغرب ونقوم بالضغط على تابع، ثم تختار ذكر عفوا. يقول لك قم بإدخال عمرك، يجب أن تقوم بإدخال جميع هذه المعلومات حتى يتم احتساب هذا الاستطلاع. حساب التوفير مثلا، قم باختيار المنطقة التي تقوم فيها. سنقوم باختيار دولة عفوا مدينة بني ملال. أي من فئة الأعمال التالية يمثل أفضل تمثيل دخل أسرتك الشهري؟ سوف نقول أقل من 4000 درهم. وهكذا تجيب على أول استطلاع على موقع توريابا بطريقة سهلة. منطقة حصرية أو منطقة ريف، سوف نختار أحد الاختيارات.
قم باختيار كل هذه الأسئلة بشكل عشوائي، ليس هناك ضرورة أن تكون بشكل صحيح. بعد أن تقوم بإكمال جميع هذا الاستطلاع، سوف تجد بعض النقاط التي كتبتها على الموقع. سوف تنتظر حوالي 15 دقيقة، وسوف يتم تغيير من 0.0 دولار إلى 3 دولار. وللسحب من هذا الموقع يوجد الحد الأدنى للسحب من موقع توريابا، وهو 10 دولار. وبما أن ليس لدينا هذا الموقع، سوف نقوم باستخدام موقع باي بال. عندما ستصل إلى 12 دولار سيكون لك الحق في سحبها على حسابك على الباي بال. وهذا كل شيء في حلقة اليوم، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجديد دائما، ولا تبخلوا علينا بلايك حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات الحصرية بإذن الله. إلى اللقاء.